السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. ربنا يحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. اللهم آمين يا رب، اللهم آمين يا رب. حضرتك، أنا فاتح محل آلات منزلية، ببيع البست وببيع الكاش. طيب، ما حكم البست؟ وطبعا اللي بيجي لي بقول له سعره كذا، كاش بكذا وبست بكذا، إيه حكم لا البست؟ بأس بذلك ما دمت عايز تملك السلع، ما دمت تملك السلع لا بأس بذلك. بارك الله فيك يا شيخ، وفيكم بارك الله فيك. وفيكم يا رب. حياكم.